لما بنتكلم انه في تحديات للاقتصاد وتحديات عالميه للاقتصادات العالميه، في شكل جديد للاقتصاد وفي ترجمه جديده للاقتصاد. الاقتصاد الرقمي هو مصطلح مش جديد، ما نقدرش نقول انه جديد، لكن هو طريقه من طرق تقييم اقتصادات عالميه. والحقيقه انه في بعض الدول لانها سبقت واهتمت بالفضاء ده وبالديجيتال ايكونومي او الاقتصاد الرقمي سبقت كتير جدا. عشان كده هناك ما يسمى بالاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي اللي اطلق المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي برعايه جامعه الدول العربيه. المؤشر ده مهم جدا لأنه بيقدم تحليلات وبيقدم توصيف لأوضاع أو وضع الاقتصاد الرقمي العربي، ونقدر من خلال هذا المؤشر نقيس نشوف الدول العربية إلى أي مدى تقدمت، إلى أي مدى هي قادرة تواكب تحولات حقيقية. هي مش بس تحولات بتحصل، هي حصلت بالفعل في اقتصادات العالم كله، إلى أي مدى بنستفيد منها. الحاجة الأهم بقى إنه مؤشر الاقتصاد الرقمي هو أداة مهمة جدا، اللي عايز يجي يستثمر، اللي عايز يحط أو يضخ استثمارات في مجتمع ما أو في دولة ما هيسأل. هو مؤشر مهم لصناع السياسات، للحكومات، للمؤسسات، للمجتمع المدني، كل الناس دي يهمها جدا تشوف الناس دي فين في عجلة الاقتصاد الرقمي. الحقيقة أنه ممكن نكون عندنا أسئلة كتير، نقول من أول التعريف، من أول يا جماعة طب اشرحوا لنا، لحد إحنا واقفين فين في يعني المؤشر العالمي مش بس المؤشر العربي. دكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي ممكن يجاوبنا على كل الأسئلة دي، ويكون عنده بقى صدر رحب يتسع لأسئلة كتير محتاجين نفهم الموضوع بتفاصيله أكتر. مساء الخير على حضرتك دكتور عبد الوهاب. اهلا يا دكتوره، يعني انت اعلاميه متميزه فاسئلتك كلها قويه الحقيقه. انا بشكرك يا دكتور، ده احنا متشرفين. ويمكن احنا عايزين نفك اشتباك عند بعض الناس، هو الاقتصاد الرقمي هو اقتصاد قائم بذاته ولا هو ترجمه لاقتصاد موجود حقيقي موجود على الارض؟ او هو كله اقتصاد حقيقي بس اقتصادات موجوده على الارض، لكن دي طريقه للتقييم. في اشتباك في الحته دي. هو الحقيقه الاقتصاد الرقمي هو كل ما يتعلق بالاقتصاديات القائمة على تطبيقات الانترنت بشكل عام. يعني التجارة الإلكترونية، المدفوعات الإلكترونية، كل ما هو متعلق بالانترنت، ما يجرى من ترانزاكشنز أو معاملات أيا كان نوعها عبر الانترنت، هي على طول تدخل في مجال الديجيتال ايكونومي، الاقتصاد الرقمي. هقول لحضرتك بس حاجة صغيرة قوي. النهاردة حجم الاقتصاد العالمي حوالي 100 تريليون دولار. حجم الاقتصاد الرقمي متوسط في العالم حوالي 25% من الاقتصاد العالمي، يعني ما يقرب من 25 تريليون دولار. وده مبلغ ضخم جدا اذا قارنا على الاقل ان الاقتصاد العربي كله ال 22 دوله يساوي حوالي 3 تريليون دولار. شوفي حضرتك بقى الدول العظمى بقت الثروات الحقيقيه النهارده ما بقتش البترول والغاز والزراعه والصناعه، لا بقت المعلومه، صناعه المعلومات. صح. بس كده يعني. وازيد نقطه مهمه جدا هنا عشان نعرف اهميه هذا الكلام. أكبر 5 شركات في العالم قيمتها السوقية ما يقرب من 7.5 تريليون دولار. يعني تخيلي 5 مدراء تنفيذيين بيتحكموا في ميزانية قد ميزانية الوطن العربي بما فيها دول البترول 2.5 مرات. بقى النهاردة مدير تنفيذي لأي شركة من هذه الشركات العملاقة بيعامل معاملة رؤساء دول. وعلى سبيل المثال لما شفنا في أمريكا في عصر الرئيس ترامب، شركة تويتر وقفت حساب رئيس دولة وهو قائم على رئيس الدولة. بالظبط. شوفي حضرتك وكأنها أقوى من حكومات. ده حقيقة. النهاردة إيلون ماسك النهاردة عنده مئات وآلاف الأقمار الصناعية، هيطلق النهاردة الموبايل بتاعه تسلا، يبقى خلاص الموبايلات كلها شركات المحمول في الدول النامية والناشئة هتعاني، لأنه خلاص هيبقى الموبايل منه للساتلايت.
هيبقى حتى التحكم فيه صعب. بالظبط. ويعني هي الفكرة اللي حضرتك بتقوله دي كمان الزاوية السياسية للموضوع، لكن تاني اقتصاديا حضرتك قلت رقم خطير جدا، انه احنا مساهمتنا 3% من الكعكة اللي هي 25% من اقتصاد العالم. لا احنا اقل، ده احنا 3 كمان. ده احنا 3 تريليون، ده حجم الاقتصاد العربي كله. لكن ده 3 تريليون مش 3% كمان. لا بص حضرتك، احنا المتوسط العالمي 25%. لو نمسك دولة زي الصين حجم الاقتصاد الرقمي، حجم اقتصادها كله حوالي ما يقرب من 16.5 تريليون دولار. الاقتصاد الصيني الرقمي نسبته حوالي 35% من الاقتصاد الصيني، يعني أكثر من 6 تريليون. يعني الصين بس الاقتصاد الرقمي بتاعها قد الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مرتين. لكن نيجي بقى في الدول العربية، المتوسط الاقتصاد الرقمي معدله في الدول العربية حوالي 6%. يعني تخيلي المتوسط العالمي 25، دولة زي الصين 35، المتوسط في الدول العربية 6%. طبعا في دول أعلى في دول أقل، لكن ده المتوسط ل 22 دولة عربية. عشان كده لما احنا بنقول احنا في جاب وفي فجوة كبيرة جدا رقمية بين معظم الدول العربية ودولة زي الصين أو الدول الأوروبية. إذا احنا لازم بقى نشوف نسد هذه الفجوة ازاي. لما حضرتك اتفضلي حضرتك لو لا اتفضل كمل يا دكتور. عشان كده فايدة ايه بقى المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي؟ هو في العالم كتير مؤشرات، لكن ميزة المؤشر ان ده بيدرس 22 دولة عربية. وبيضع مؤشر، هو مؤشر مركب من عدة مؤشرات فرعية. علشان تقيس مدى جاهزية الدول العربية للتحول الى الاقتصاد الرقمي. حلو قوي. طبعا. هو ده بقى سؤالي يا دكتور، عشان انا الحكايه دي محيراني صدقني يا دكتور بقالي في شهور. يا ده انت دكتوره عظيمه. لا ده انا سؤالي بقى يا دكتور، احنا مثلا انا عشان احنا كمان نفهم كمواطنين عديد، انا ما شرحتش لسه. انا بس بقول تعريف صغير. ايوه انا بس اسال حضرتك في التفصيله بتاعه جاهزيه الدول. انا من الاسبوع اللي فات هنا صدقني في البرنامج يا دكتور كنت بقول كده. احنا كدوله عايزين نشجع الصناعة المحلية وعايزين الصناع بتوعنا يبقوا بيصدروا. ازاي انا مش قادر اخلي الراجل اللي بيشتغل عندي في ورشة في مصر يبيع على موقع زي امازون، يبيع ويصدر للعالم كله زي ما الصين بتعمل؟ طبعا. احنا الى اي مدى احنا بعاد من ده؟ والى اي مدى لو احنا نطينا الحتة دي ممكن الصناعات عندنا تنتعش والايدي العاملة تشتغل ويحصل تغيير حقيقي؟ يعني التفصيلة دي ممكن حضرتك تشرح لنا بيها تطبيقات تانية كتير اكيد. طيب اولا بس هدخل على دي بالتفصيل، بس حاول حاجة صغيرة قبلها. المؤشر بيقيس ايه اساسا؟ اولا جاهزية البنية التحتية التكنولوجية للدول. يعني معناها الشبكة الانترنت شكلها ايه، السرعة شكلها ايه، الانتشار بيغطي المنطقة الجغرافية كلها ولا لا، الفجوة الرقمية ما بين المدن والريف وما بين الجندر ما بين الرجل والأنثى وهكذا، لأنه في مجتمعات أحيانا بتتيح التعليم والانترنت لفئات غير فئات في مدن غير القرى. إذا دي كلها بتقيس البنية التحتية ومدى جاهزيتها لتطبيقات الرقمية. دي أول حاجة. بناء القدرات وتطوير الشباب. يعني أنا ممكن يكون عندي بنية تحتية حلوة قوي لكن الشباب مش متعلم يشتغل عليها. دي نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية الحكومة الإلكترونية في الدولة والتحول الرقمي في الدولة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطن، هل قطعت شوط فيه الدول ولا لا؟ يعني أنا ممكن يكون عندي انترنت عالي جدا بس ما عنديش تطبيقات. تخيل حضرتك واحد معاه رخصة ما عندوش سيارة. ماشي. طب الرخصة هتعمل له إيه؟ لو عنده سيارة ما هوش رخصة. ما عنديش تطبيقات بتاعتي أملكها ولا مش كمان مش قادر أستخدم التطبيقات؟ لا مش لازم أملكها. أنا ما عنديش تطبيقات المواطن يستخدمها علشان يدفع الخدمات للحكومية. ولا ما عنديش بوابات دفع إلكتروني ولا ما عنديش بنوك رقمية. مفهوم. يبقى برضو ما زالت عندي نفس المشكلة، ما بستخدمش التكنولوجيا. ونزيد بعد كده بقى البحث العلمي في مجال التكنولوجيا. مدى الأبحاث اللي احنا بنعملها ومدى الإبداع والابتكار وريادة الأعمال في مجال بالذات
التكنولوجيات الذكية بما فيها الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات الضخمة، انترنت الأشياء، الروبوت، الفيرتشوال رياليتي والاوجمانتد رياليتي. يعني العالم الافتراضي النهارده داخل بقوة. احنا داخلين يا دكتورة على عالم الميتافيرس، عالم الثلاثي الأبعاد. يعني بعد كده لما نكلم حد مش هيظهر لي على الشاشة مسطح، لا ده هيجي يقف قدامي في الغرفة اللي أنا فيها مجسم. مفهوم. إذن اللي حضرتك بتقوله كمان يا دكتور بيخص يعني تقييم لأداء الدول العربية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. أعتقد أن الاتصال يعني فقدناه، لكن دكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، المعلومات قيمة جدا ومهمة جدا وخطيرة، وتخض مش تخض لأننا بعاد، لكن تخض لأننا بنتكلم عن حقيقي إنجاز حصل على مجال التطبيقات وتطوير تكنولوجيا المعلومات في مصر. يفرح أننا فكرة الحوكمة والحكومة الإلكترونية بتحطنا على الطريق، وكمان يوضح قصادنا وقصاد كل الدول العربية المسار أو الفرص الكتيرة المتاحة لاقتصادات الدول العربية إذا ما شاركنا في هذه التجارة العالمية اللي سمحت بها التطبيقات التكنولوجية.